نص تبعنا ونص مش تبعنا. النص اللي تبعنا هو ما خارج الني جوينت، النص اللي مش تبعنا هو اللي جوه الني جوينت، اللي هم الكروشيات والمنسكاي. هو انا ما اشوفهمش؟ لا اشوفهم، بس حضرتك الاكنس بتاعتك قليله. يعني لما اجي اتكلم مع كلات الليجمنت حضرتك الاكنس بتاعتك احسن من المارج. ماشي؟ لما حد تكلمني على المنسكس الاكنس بتاعتك اوريدي هي 80%. يعني كل 10 عيانين في 2 عيانين حطهم غلط. تمام؟ الكروشيات كذلك بيتشافوا يتشافوا. حواليك كلهم صور ويعني عاديين بسرعه جدا جدا وكل حضراتكم مش شايفين اي حاجه ومفيش مشاكل خالص. خلاص؟ فبالتالي مره ثانيه بشوفهم بشوفهم. لو حضرتك شايفهم نورمال خير، لكن لو شايفهم اب نورمال اعمل له ام ار. لو الان جاي لك من البدايه انت بتختار تعمل له سونار ولا ام ار، لو جوه النية منسكس وكروشيات اعمل له ام ار. لو بره النية دي حكايتك. تمام؟ يبقى لو بصيت مره ثانيه هبص على ايه؟ الاستراكشر بتاعتي بون ليجمنت بتاعتي ايه؟ نفس القصه بتاعتنا بتاعت كل حته. هزود عليهم البيكر. الكروشيات والمنسكاي يعني الكولاترال طيب لو بصينا على البون، البون ممكن يحصل فيها ايه؟ ايه راينا؟ تاني مين قال اروجن؟ ضرب ده بقى ده ايه؟ ده النورمال موديلنج بتاع مكان البوبليتياس بشوفه كده على اللاترال اسبكت. تمام؟ ده النورمال موديلنج ومره ثانيه من العادي ان حضرتك تلاقيه مفيش اي مشكله. ده الحته اللي قاعده فيها البوبليتياس ماسل بتطلع هنا وتمسك ورا البوبليتياس ورا. استيفايت استيفايت كارتج. اتفقنا؟ ايه راينا؟ نورمال ولا اب نورمال؟ نورمال. ان ولا اب؟ هو فين؟ حرام عليكم، ده مقارنه بده ده اب ده لوست برضه نفس الكلام. ده اب نورمال عشان نورمال واخد نفس الكاليبر اول ثرو. ما ينفعش حد تلاقيه ضايع بهذا المنظر، ما ينفعش الاقي هنا في اوستيفايد وهنا ما فيش كارتريج ولا هنا في كارتريج لسه. كله ياخد نفس السايز. ما ينفعش يبقى متاكل، التاكل يبقى يرودنت على طول. تي اس والعين عامل فليكشن، هنبص عليه في العامل دلوقتي. تمام؟ وعلى كوندايم وعلى عامل فليكشن عشان يفريد لي الارتيكولار سيرفس. تندونز عندي اثنين تندون، باتيلر وكوادريسيبس. اللي ده المارك بتاعتي هي ايه؟ باتيلا. يبقى انا هقف على الباتيلا وابدا انزل تحت مع التندون. باتيلا تندون لغايه ما امسك التيبيا. كله فليكسد. فليكسد. 90 درجة والعين نايم عشان تفريد التندونز تفريد الاستراكشر كلها. تمام؟ ناخد بالنا لازم نبص عليه ال اس والدي اس. ده عرض التندون. يعني اللي فات ده كان ال اس. تندون كده طويل محترم حاجه ظريفه جدا جدا. بعد كده لف الجروب بتاعي تي اس وابص على التندون ده كله. كل ده تندون. لو حضرتك عملت ال اس بس ممكن يروح منك جزء من التندون. انه عريض، طب عرض النيه كلها. انت حاطط جروب هنا نورمال بس حضرتك لو جيت لاترال او ميديال هتلاقي فيه مشكله. حضرتك التندون الاخير التندون بتاع الباتيلا تندون والكوادريسبس تندون لازم يشافوا ال اس وتي اس. تمام؟ ايه رايك في التندون ده؟ وانا فين؟ ده باتيلا. وده نازل انسيرشن في مشكله فيه ولا مفيش؟ فين؟ الكالسيفيكيشن والتروجينستي. الناس اللي بيتنططوا كتير بيجي لهم هذا الكلام اللي يسموها جامبر ني. تندنوباسي الباتيلا تندن بيحصل ناحيه الباتيلا، بيحصل في الناس لعبه الباسكت لعبه السله بيتنططوا كتير. اسود ايوه تروجينس. اللي تحت ده اللي تحت ده كله اسمه هوكفاس باد اوف فات. تمام؟ الكالسيفيكيشن في اللور اند بتاعته، في الديب بارت بتاعته. هو الغالب بيبقى اسود هنا؟ بيبقى لونه اسود. تمام؟ ومره ثانيه ده هوكفاس باد اوف فات. طب فريدي بتقول لي ده فلويد ده بعصي مش هيتفعش. تمام؟ بعد ما خلصنا هنا على طالع فوق الناحيه الثانيه راح جايب مين؟ الكوادر. بعد ما كنا اطلع معاك فوق مين دي؟ مين ده؟ كارتج. لان لما اطلع كمان شويه هطلع في ما يسمى السوبرا باتيلر بيرسا. سوبرا باتيلر بيرسا. يا مره ثانيه ال اس وتي اس بالتندون بتاعي، ادي التندون بتاعه. اطلع فوق شويه الاقي البيرسا.
هتلاقي البرسا، انا البرسا تساوي بالنسبه لي سينوفيوم، عايز اقيس السينوفيوم بتاعها. لو حضرتك عايز تقيس السينوفيوم بتاع البرسا لو سمحت افعص البرسا وقيس مقاس البوست لير، افعص وقيس حته الرمادي، افعص وقيس تاني، افعص وقيس. لو المقاس اكتر من 2 مللي اصبح سكند، لو المقاس اكبر من 2 مللي بقى سكند، تمام؟ وابدا احط بعد كده كلر واحط مش عارف ايه. لو اقل من 2 مللي يبقى زي النورمال، يبقى اسمه فيوجن عادي. اي برسة، تمام؟ يبقى فيوجن. طبعا ما عدا البيكرز هقول لكم بيكر ما حدش اقرب منها، هقول لكم ليه؟ ابعص وقيس. مرة ثانية مقاس 2 مللي. حتى البرسة اللي انتم شايفينها قد البتاع، ابعص 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 بتتكرس. ماشي؟ يعني البرسة هتفتح ما عنديش مشكلة. 2 مللي ده النورمال الابر نورمال. يعني ممكن تلاقيها مللي، ممكن ما تشوفهاش خالص. ده كل ده فيوجن. هيك فعصتي ما جاتش يبقى في سينوفيان سيكننج. انا ما يهمنيش الميه اللي جوه. انا الميه بالنسبه لي مش مشكله خالص، انا يهمني اللي عمل الميه. السينوفيان اللي عمل الميه ده اخباره ايه؟ في مشكله ولا ما فيهوش؟ سليم؟ فانا اللي يهمني الميه دي كلها افعصي 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 كمان 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 ايزي. طلع 3 مللي يبقى في سينوفيان سيكننج، نبدا نديله علاج. علاج السينوفيان غير علاج الفيوجن. تمام؟ يبقى مره ثانيه القصه لازم دي بتعمل كومبريشن ونشوف الايه الكلر. هنا انا هختار قد ايه؟ ما المدة السرير. كل ده الحمد لله اسمه ارتفاكت. انا حضرتك شايفه جوه الميه اللي انت كنت لسه بعيصها من شويه. كل ده ارتفاكت. تمام؟ ارتفاكت اللي هو حضرتك بيطلع اي حاجات في اي حته لازم تثبت ايدك اثبت وبص. طول ما حضرتك هتحرك ايدك او العين تتحرك هيطلع ارتفاكت. يبقى حضرتك انا مش هحكم الا الحته الثابته دي. فيها كلر لما ثبتنا كده يبقى مفيش. عشان ما تروحش حضرتك تقول لي اصل مايلز ومودريت زي العين اللي فاتت، الصوره اللي فاتت. تمام؟ تاكد ان ايدك ثابته. كده لا كده سيبير ما لكوش اي معنى. خد بالك انت المايه دي لو عملت تعصتها حركتها هتديك كلر. الكلر بيطلع على اي حاجه بتتحرك، سواء العين بتتحرك وانت ايدك بتهز او بتفعص وتسيب، كل اللي هيطلع لك كلر فولز. ليجمنت وهي اهم حاجه عندنا، عندي ميديا كولاترال ولاتر كولاترال. كلمه ليجمنت مش هقولها الا على حاجه رابطه عظمتين في بعض. يبقى لازم تجيب لي التيبيا والفيمر وتبص على الاثنين مع بعض، تيبيا وفيمر. طب ايه اللي خد كل تيبيا؟ عشان ماسك البروب بتاعي صح؟ فلازم ده يكون لتحت وده يكون لفوق. سليم؟ نهايه لو مش ماسك البروب بتاعك صح هتعكس كل حاجه. يبقى العلامه بتاعتي فوق، يبقى انا ما دام ماسك كده يبقى لازم يكون ده تيبيا فيمر وده تيبيا. شايفين حضرتك البريدج ده؟ كلها ليجمنت. شايفين حضرتك المثلث ده؟ اللي بين عظمتين شايفينه؟ منسكس. تاني شايفين حضرتك البريدج ده؟ ده كلها ليجمنت. الجري ده شايفين حضرتك المثلث الابيض ده؟ ده منسكس. المنسكس على الميديال سايد لازق في كلات الليجمنت، لازق في كلات الليجمنت. تاني شايفين العظمه دي والعظمه دي؟ شايفين حاجه اللي ماسكه الاثنين في بعض؟ اهو. خد بالك ان الفيمورال اتاتشمنت اكبر شويه من التيبيال اتاتشمنت. ان الفيمورال اتاتشمنت اكبر نسبيا من التيبيال اتاتشمنت. اوكي؟ الناحيه الثانيه كلات الليجمنت لوز، بيطلع من الفيبولا ويعدي بره خالص يمسك في الفيمر. لوز ملوش علاقه خالص بالمنسكس. الناحيه الميديال لازق في المنسكس. لازم تشوفه مع المنسكس. الناحيه اللاترال لا لوز وماشي جنب الشارع بره خالص. اوكي؟ مره ثانيه لو عايز تكمبير حاجه بحاجه بكمبير يمين مش شمال. عشان لما الاقي المنظر ده هو ده له معنى ولا لا، الاقي الناحيه الثانيه مختلف. قول اه ده سولين وده بتاعته في مشكله. سليم؟ مرة تانية المقارنة بالناحية التانية. لحد ما حضرتك عينك تتعود على مقاسات ما يبقاش عندك مشكلة تقول من الأول إن ده غلط وصح. لكن حضرتك لو مش متأكد قارن بالناحية التانية دايما اللي هو الريفرنس بتاعي. حتى السولين. أنا بتكلم على الحتة اللي فيها مشكلة. الحتة اللي فيها مشكلة مقاسها كذا. تمام؟ كلها الليجمنت عجبك ولا لأ؟ عظمة وعظمة. حلو ولا وحش؟
حلو ولا وحش؟ ايه دي؟ مش فلويد. ده مش فلويد، بيبقى مره ثانيه ديجنريشن في التندون. التندون ديجنريشن، ليجمنت ديجنريشن. تمام؟ فالليجمنت او الانفلاميشن هي هي بنسميها يعني. سليم؟ يبقى مره ثانيه فوكال بتشنج في الليجمنت. يس. لقيت لون ما لقيتش لون، ده ابنورمال. ده ابنورمال، لا. نو التير مقطوع، هنا ليجمنت. تير مقطوع. ما تقوليش كلمة تير دي خالص الا لما تبقي محترفة إلى حد ما. وإلا حضرتك هتطلع كل الناس تير. تمام؟ تير دي آخر حاجة تقوليها. فدائما ابدأي إن هو ده سوولن إيديماتس بتاع فيها انفلاميشن فيها أي حاجة، لكن ما تقوليش تير. حتى لو ما جيتش تكرر. الليجمنت بالذات حتى لو أي حاجة. غير التنين. اه لا لا. تمام؟ ايه رأينا؟ شايف البن دي؟ البن ناحية تانية هنا، بس ايه رأينا الأول؟ ايه؟ ايوه في بصوا ارسنال تشينجز هي مش اروجن قوي يعني طلع لبره بصوا ارسنال تشينجز والليجمنت بعد من هو سولن وهايدروكوبك تمام وفي هايبرفاسكولاريتي البون والبون والليجمنت اللي ايه سكند والجوينت اللي بقى فين؟ مفيش حلو قوي يبقى انا لو قلت لحضرتك العين عنده بصوا ارسنال عنده ايه؟ عنده بصوا ارسنال تشينجز اروجن واستوبايت وعنده نانو جوينت والليجمنت بتاعه بقى سولن وادمز تمام؟ يبقى كل دي الكاركتيريا بتاعتي اللي بقدر اشخص منها وعنده البلانيشن. اللي ماسك الاثنين في بعض. اه لا اسود. في الابيض ده. من اول هنا. الابيض ده كبيرة. مش دعوة بيه. لسه الناس هنجي لها دلوقتي. اوكي؟ مش هتشوفه. ليه؟ لان الجوينت ضيق. انت ما احد مشاكلك في الجوينت المنسكس لما هي كلمه عن منسكس دلوقتي. يقول لك هي مشكلتي ان انا عايز اجيب المنسكس اشوفها. ده هتشوف العيان النورمال. العيان النورمال مش هيجي لي، اللي بيجي لي عيان اب نورمال. فانا مش هشوفها في العيان اب نورمال. هبدا اتكلم على الهلاوس اللي بشوفها في السونار. طبعا حضرتك في اليومين اللي فاتوا كميه الهلاوس اللي احنا بنقعد نطلع منها ايه في الشغل بتاعنا. فحضرتك متخيل ان انت جاي لك عيان في باثولوجي فعلا هتقول لي الحته دي هايبو هتقول لي الحته دي مش هايبو دخلنا عيان في مشاكل يطلع كلامك غلط. ما يطلع كلامك غلط انا مش عارف ان انت عندك مشكله في النيه ولا ما عندكش. هبعت عينك العيان وبعدين اروح اعمل له ام ار يطلع كلام مختلف. فالمره الجايه مش هبعت لك. تمام؟ فانت من الاول قول لي المنسكس مش بتاعتش. الكروشيت مش بتاعتش. اوكي؟ احنا شفنا ايه؟ يس. قلت معاه اسود ليه ما قلتش بقى ده يا زينوبيا؟ زينوبيا فين؟ في الليجمنت؟ لا في الجوينت. حوالين الليجمنت؟ الجوينت ده حاجه من اثنين سبيس وليجمنت ماسكه لازقه في الجو. مغطي الدنيا دي كلها. حلو قوي. يعني الحاجه السوداء دي شكلها ايه؟ تتفعش؟ لا. الحاجه السوداء دي ينفع تقول عليها سينوبيا؟ ما ينفعش. لكن اللي حواليها ممكن تلاقي حواليها سينوبيا. حواليها ممكن تلاقي حواليها كليوبيا. اه. اه. تمام؟ منسكس يبان فايبر كارتلج يبان ابيض. ابيض. يبقى حضرتك تلاقي المثلث الابيض ده حجم اتنين في تير في ديجنريشن التير لاين ديجنريشن اريا تير لاين ديجنريشن اريا ايه راينا ده ايه؟ حلو قوي ممتاز جيتوا على الحته اللي فيها الايه المثلث مش كده ده ايه؟ المنسس تير زي التير بتاع الماضي الاكسس بتاعتك عاليه قوي قوي بس ستيل فيها مشاكل وستيل ان الاكسس بتاعك حوالي 80% وستيل ان العيان اللي فيه مشكله اللي هو جاي لك اللي هو نارو جوينت مش عارف تبص عليه لازم يكون في ويندو ابص منها اذا كان مفيش ويندو مفيش حاجه عارف ابص منها خالص اوكي يا مره ثانيه نفس البوزيشن هو ده ترانزفيرس ولا لونجيتيودن ده ال اس بتاع العيان ده الترانزفيرس بتاع العيان ده ترانزفيرس انت قطع بروب ازاي؟ ماشي بس هو قطع كده المنسكس مقطوع كده مقطوع بارل للشخت بتاع العضمتين
موضوع كده. يعني ده لو ممكن انا تنفس مش لا مش ريليتيشن. تمام. مره ثانيه ايه غيرها؟ اريا ولا تي ولا لاين؟ على فكره ممكن يكونوا مع بعض اريا ديجنريشن. اوكي؟ ايه راينا؟ اريا ديجنريشن. ايه راينا؟ حلو. زي الاريا زي الاريا كل حاجه حلوه خالص. بس ستيل مره ثانيه في مشاكل فيه. لو حضرتك شايف هذا المنظر متاكد منه اكتبه ما عنديش مشكله. تمام؟ بس لو مش شايف يبقى مرقط. عشان ما تدخلش العيان في مشاكل. مره ثانيه ممكن الاقي الاثنين مع بعض. ممكن الاقي العيان عنده هيدروجينس وعنده حتى تاني. مفيش مشكله. ما عنديش اي مشكله. ممكن الاقي الاثنين مع بعض. اوكي؟ في حاجه اسمها منسكال سيست بلاقيها لازقه على الميديا المنسكس لازقه عليه. ده المنسكس لازقه عليه. بشرط انها تكون لازقه على المنسكس ومنسكس تكون ابنورمال في حته هايبو كده. ميديال لازقه على المنسكس الابنورمال. ميديال لازقه على المنسكس الابنورمال. ساعتها تكون منسكال سيست. لو مش عارف قول سيست. ماليش دعوه بيه. مفيش منسكال سيست لاترال. تكون لاترال ممكن ما تشوفوش. حلو قوي. يمين قد كده. هنا في كولاترال ليجمنت قد ده. حضرتك ممكن السيست ده يبقى هنا، ممكن يبقى هنا، ممكن يبقى هنا. مش كولاترال ليجمنت ده مش واخد بند واخد كل الميديا سايد. ده بند الميديا سايد. حضرتك لما تفحص ميديا تفحص كل الميديا. مش معنى حضرتك مش شايف كولاترال هنا ان انت مش شايف كولاترال. تمام؟ حضرتك مره ثانيه انت فحص فين؟ لو السيست ده تحت الكولاترال غالبا كانت ايه اخد كده. كولاترال ليجمنت ده من الحاجات الشديده جدا. صعب ان حضرتك تروح فصله عن البون تحت وفوق. ده لازق في البون، ده ماسك في البون والمنسكس. سليم صعب ان حضرتك تحط لي حاجه تروح قاطعاه مطيره من على البون وزقاه لفوق. صعب جدا. فحضرتك يبقى قدامه او ورا. اوكي؟ كورشيه ليجمنت هنعدي فيها برضه بسرعه. ليجمنت ماسك على الاثنين في بعض. تيبيا بفيمر. راح شايفين البند دي. ممكن تكون بند دي. الاس عشان العيان يعمل هيبقى عايز العيان فول فليكشن فول فليكشن فول مش هسعيل لا اللي هو باين كده باين كده اه فول يس العيان بتاع ايه الانتيرو منسكس الانتيرو كوشيت اللي جاي يعمل اشعه ده عنده ايه؟ انجري العيان عنده انتيرو كوشيت انجري ينفع تعمل فول فليكشن يبقى استحاله ينفع تعمل مصري ازاي؟ في محطره كده اكزام بقى يعني كده عامل. فبدايه انا ما عنديش بوزيشن اشتغل بيه. وانا بعمل ريستريكشن ليه؟ انا عندي بتبدا قبل الدنيا. انا عايز افتح الجوينت خالص خالص فيديني وين بوكس من هنا. على عكس الاثنين الاثنين مره واحده مفتوحه، كوندايل الاثنين مفتوحين مره. لكن الانتيريو عشان تجيبه لازم تعمل كل الفليكشن. كنت تفتح يمين على الاخر فيديك زاويه من ورا بتبدا جنب بتبدا كده. تمام؟ وابدا ابص اشوف. وبالتالي بوزيشن صعب جدا للعيان الكيوباثولوجي تمام حتى صعب للعيان النورمال ومره ثانيه هلاوس الى حد كبير وبالتالي مره ثانيه الاكل بتاع حضرتك هيبقى فيه مشكله اوقات تشوفه حلو كده اوقات لا اوقات تشوفه زي المقاش ما عندش مشكله خالص يعني طلع زي المقاش ويطلع فيه تير ان هو لو بقى هيتروجينس بالمنظر ده بقى ابنورمال بس يعني يمكن ده من اول ما قلنا كرشيين بدانا نتكلم على شويه ايه مناظر كده مالهاش اي معنى ولا واحد من قاعدين مقتنع بالكلمه اللي انا بقولها. تمام؟ حلو بس مره ثانيه هو ده الوضع اللي احنا فيه. يعني ده الصوره اللي احنا بنبص عليها ونقول ان فيها حاجه ولا لا. البوستيريور اسهل الدنيا مفتوحه. لو حد منكم واخد باله الصوره ايه؟ الصوره 3.5. ده مش اللينير. ليه؟ ما في عندنا عيانين الفات بتاعهم جايب 6 سم. ني صح؟ فحضرتك عشان تجيب بوستيريور كروشيات اللي هو جوه البون من ورا من بوبليتيا الفصلة اللي حضرتك بالعافيه بتاعتك تجيب بوبليتيا الارتيرو فين هيبقى عايز تعدي بقى دول كمان هتخلص بوبليتيا الارتيرو فين سيبهم بقى وخش كمان جوه. يبقى مش هينفع اشوف. فهضطر استخدم ال 3.5 اللي بيديني دبس بس ما يدينيش الريزوليوشن. ففقدت الحاجه اللي انا بلعب بيها الريزوليوشن الحلو اللي بعرف اطلع منه ديتيلز. لكن لو عندك انفنت صغير وبصيت عليه هيطلع شكله حلو قوي. تمام؟ يبقى مرة تانية ببص عليه بالـ 3.5
فيطلع لي هذا المنظر اللي بقى هيزي ومبقاش حلو. وبالرغم ان انا اقدر اشوفه بس ستيل مش هيطلع حلو في الاكزام. عشان كده لما جينا اتكلمنا عن كروشيات سميناها كروشيات وسميناها منسكس. خد بالك من كروشيات ومنسكس احنا مش حلوين فيهم قوي. تمام؟ الايه؟ اهو يس اهو مش الابيض؟ لا الابيض، لا الابيض فات. ده هو اللي بين الابيض السواد اللي مش ابيض. تاني السواد اهو ممكن هو بقى اقعد اقول لحضرتك ان احنا ممكن نلاقي جواه سويلنج، ممكن نلاقي جواه بشر سيكن ستير. هو الاسود هو ده الليجمنت. فانت شايف الليجمنت هنا السكنس والسكنس مختلف هنا متقرقط. ها؟ عليه ايه؟ لا كارتريج فين؟ كارتريج على البون. لا ده ابعد من البون اهو. خد بلاش الصوره دي، خد دي، دي ينفع كارتريج؟ وعلى فكره نفس الصوره نفس المنظر بس مره ثانيه الاكريسي بتاعك مش حلو. يعني مره ثانيه لما جيت اكلمك على كل ليجمنت هتقول لك لا اعمل كذا وكده مش عارف التندون ما تتكلمش الا كذا. هنا بتكلم كده وانا يعني قاعد كده مش عارف اتكلم، مش عارف اخد راحتي. تمام؟ ومره ثانيه هذا الكلام بالرغم ان حضرتك شايف بس الصوره كلها نزل من الاول. الاكريسي بتاعك مش حلو. هتديني حاجه مش حلوه، النتيجه بتاعت حضرتك بتطلع مش كويسه. مره ثانيه انا هبعت حضرتك عيان اقول لك اخباره ايه. ومره ثانيه هتقول لي عنده بشره سكنس تير، هروح ابعته يعمل ام ار يطلع كلام ثاني. فالمريض انا مش هقول اصله مش عارف عشان اصل الكروشيت وحش في السوناج. انا مش عارف عشان هو مش عارف يعمل. هجرب عليك في عيان في اثنين التالت مش هبعته. تمام؟ الكروشيت والمنسكس مش حتتي. اوكي؟ يبقى انا اخر حاجه اللي هي البيكر سيست. البيكر سيست او الباوتشنج من الجوينت موجود على الميديا سايد بتاع البليتيا كوس. او الباوتشنج حته من الجوينت ساينوبيا من الجوينت طلع بره. تمام؟ بيديني سيست. مشكله البيكر سيست ان هذا السيست اللي حضرتك شايفينه لازم يكون شكله قماشي. ليه؟ لان التندون ده بتاع سيمي ممبرونوزس تندون. اوقات ندلعها نسميها سيمي ممبرونوزس بيرسا واوقات نسميها بيكر سيست. امتى اسميها بيكر سيست؟ لو حضرتك شايف ايه الحته بتاعت الكوما دي. شايف الحته دي؟ لو مش شايف دي سميها سيمي ممبرونوزس بيرسا. تاني شايف حضرتك الحته البوزه اللي داخله جوه دي؟ ده البوم بتاعك. شايف حضرتك البوزه دي؟ بقى اسمه بيكر. لو حضرتك مش شايف هذا الكلام سميه سيمي ممبرونوزس. يفرق؟ اه يفرق. ليه؟ ها؟ واصله بالجوينت اهي. دخل لجوه. بيكر دخل لجوه. سيمي ممبرونوزس لا. لما حد يقول لي سيمي ممبرونوزس ده معناها انك بتبلغني انها مش واصله بالجوينت ممكن تخش تشيلها. لما حد تخش تشيلها وهي واصله بالجوينت، الجوينت ده بتاخده على الشارع. سليم؟ فكلمه بيكر بتقول لك خد بالك ان ده واصله بالجوينت، خد بالك الابروتش بتاعك مختلف. سليم؟ فمره ثانيه ده المنظر بتاعك. مشكله البيكر الثانيه انها دايما بتعمل ليك. يعني يجي لك اكيوت دي بي تي ريد بوت وتندر ليك او كف تعمل له الفحص تلاقيه نورمال فينس ما عندوش دي بي تي. لو سمحت في هذه الحاله اطلع بص على البيكر. هيك هتلاقي بيكر زي العيان صاحبنا دوت. شايفين ده؟ في ديفكت هنا شايفينه؟ في ميه طالعه براه. مش ده وول؟ في ميه طالعه براه وطلعت منين؟ يبقى ده لازم يكون ملايك. الليكج يعمل لك مره ثانيه سيفير بين مع ان العيان نورمال فينس لكن عنده بيكر كومبليكيتد. ده مره ثانيه كوما شيب اهي انا واصل لغايه البون كوما وده التندون بتاع السيمي ممبرونوس. يبقى ده بيكر سيست ساينوبيا سيكننج المفروض احط عليه كلر واقول الكلر اخباره ايه. ده العين اللي فيه ليكج اللي هو لازم احط عليه كلر عشان اعرف الكلر بتاعه ايه. ده الليكج اللي بره. ده العين اللي جاي بيقول اي مش لازم عين البيكر اللي جاي في ليكج يجي لي اكيد دي بي تي. مش لازم يجي لي بالكلينيكال بيكشر بتاع اكيد دي بي تي لكن ممكن يجي بجني بين سيفير بين مش قادر يتني البيكر. تمام؟ افحص العيان الاقي هذا المنظر اقول ده ليكي. ده التندو بتاع سيمي بنوزس معدي جوه البيكشر. اوكي؟ كوما بيكشر. في الحته اللي واصله للحته يعني انا لو اسست هنا لو اسست لحد هنا بقى اسمه سيمي بنوس. لما دخل الكوما دي بقى اسمه بيتر.
هنبدا منين؟ حلو واصل بجوينت. لا ما اسمه سيمي بالنوزل بس، ما هو اما او هو ملهاش حاجه تانيه. لو حضرتك بتكلمني على ان التندون حواليه فلويد بقى تندنايس سيمي بالنوزل تندنايس، مش ما فيش سيست لكن في فلويد حواليه وفي تندنايس. ما تبقاش جانيون ممكن يبقى سيست كده ظريف خالص سن وول ما فيش اي مشكله، ممكن يبقى في وول قد كده. ده اللي يس يس حط عليه قلم بقى ولا حط عليه قلم وشوفيه اخباره ايه؟ اكتب ولا مش اكتب؟ اقول بيكر سيست اكتب ولا مش اكتب؟ بيكر سيست شوينج مالت سينوفيال سيكننج ويز مثلا ايه مالت هايبر سكولارتي او مالت هايبر سكولارتي او نو هايبر سكولارتي تمام على حسب حضرتك شايفاه ايه؟ اهو بسم البسم ده في الوول ولا بره الوول؟ عظيم. خد بالك انا البيكر في صورتين، الصوره الكوما بتبان في التي اس، ال اس هيبان سيست. يعني انت مش هتشوف الكوما في الشيب في الاثنين، الكوما شيب عامله كده. وان فيو هتشوفه كده وان فيو هتشوفه تحت تاني. لو سيمي من بنوزس بس. اوكي؟ مره ثانيه كوما وده الوول الاصلي وده الايجي بتاعه. اوكي يعملوا له ايه؟ ممكن يخش يحقنوه، ده المول بتاعي اهو اللي فيه الباسكولاريتي هنا وهنا وهنا وهنا. نخش نحقنه او نسحبه. ممكن اخش اسحبه او احقنه. اوكي؟ يبقى دي الحاجات اللي هبص عليها في الاكزام بتاعي. ميديال لاترال انتيرو بوسيرور، ميديال لاترال كولاترال ليجامنت انتيرو الايه؟ الايه؟